قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، لو أن أحدا أعطى لأحد آلاف الليرات أو الجنيهات أو الدولارات أو أي شيء كان، ترى أن حب هذا الشخص الذي أعطاه هذه الهدية منطبع في قلبه ويذكره دائما ويشكره؟ فالله تبارك وتعالى حقيقة الرزق منه، لأن الدينار والدرهم هذه لا ينتفع الإنسان بأكلها ولا يلبسها، وإنما هي وسائل لتبادل الأرزاق. ولذلك يبين الله تبارك وتعالى لنا في كثير من الآيات أنه هو الذي أنعم علينا بكل شيء نتمتع فيه في هذه الحياة الدنيا. كل شيء نحتاجه في حياتنا الدنيا هو من خلق الله. ولذلك إن كنا نستعمل عقولنا وندرك ونفهم لا نكفر بنعم الله، بل نطيع الله ونتحرر من العبودية لسواه. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، خلق السماوات والأرض من العدم، ما كان فيه لا سماوات ولا أرض، كان سديم كالدخان. ثم على ملايين السنين الله أعلم بها خلق الله السماوات، الأفلاك، النجوم، المجرات، وبينها الأرض. وأنزل من السماء أي من جهة العلو ماء، كل ما علاك فهو سماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم لتنتفعوا بها. عندما ينزل الماء فيختلط بالتراب تنمو الأشجار والنباتات والثمار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الفلك السفن. قد يقول قائل: نحن صنعنا السفن ونركب فيها، كيف وسخرها لنا؟ السفن أيها الإخوة تطوف على وجه الماء حسب قانون الكثافة الذي اكتشفه بالنسبة للماء أحد العلماء يسمى أرخميدس، وهذا يدل على إعجاز القرآن. كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن السفن مسخرة بقدرة إلهية لتطفو على وجه الماء؟ يقول أرخميدس بعد أن غطس في الماء فوجد أن الماء يرفعه إلى الأعلى، قال: إن في الماء قوة تدفع من الأسفل إلى الأعلى بوزن الماء المزاح. حجم هذا الجسم الذي ينزل في الماء، حجمه إن كان أثقل من الشيء اللي نزل فيه يطفو، أما إذا كان أخف يطفس. فلو رميت حجرا، الحجر هذا يأخذ لتر ماء، لتر ماء وزنه بسيط، وزن الحجر أكثر، إذن ينزل الحجر إلى الأسفل. لو وضعت في الليرة حجمها لتر، وهذا الماء المزاح وزنه 2 كيلوغرام، والفلينة وزنها
100 غرام تجد الفلينة تطفو إلى الأعلى. وعلى هذا المبدأ الذي خلقه الله في الماء، انتبهوا يا إخواني، سخره الله أي خلقه الله في الماء، تطفو السفن على الأرض. وسخر لكم الفرك، الفلك يعني السفن، لتجري في البحر بأمره بقدرته سبحانه وتعالى. وسخر لكم الأنهار أي يجتمع فيها المياه فتسقون فيها حيواناتكم ومزارعكم وتستفيدون من خيرات الماء التي خلقها الله، أنزلها من السماء ثم خزنها في الأرض. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي دائمين، لا يفتران ولا يتوقفان إلا عندما تقوم الساعة، قبيل قيام الساعة عندما تشرق الشمس من مغربها، بدل ما تطلع من الشرق تطلع من الغرب، عندما تأتي هذه الآية قرب القيامة يؤمن الناس أجمعين ويستغفرون ربهم بالنسبة للمذنبين، فلا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان، لأن هذا إيمان مضطر، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالشمس والقمر يجريان دائبين دائمين دون توقف ودون انقطاع. وسخر الليل والنهار، الليل يعقبه النهار وهكذا. قد يقول إنسان طيب النهار نسير فيه ونشتغل وكذا والضوء ينتج المحاصيل الزراعية بواسطة التمثيل الضوئي إلى آخره، والليل، الليل سكن، قال تعالى وجعل الليل سكنا أي راحة للإنسان. واكتشف الناس أيضا شيئا آخر في منافع الظلمة في الليل، قالوا إن هناك غدة، نسيت إيش اسمها، غدة صنوبرية، هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام، ولذلك الذين ينامون والضوء موجود دائم لا تعمل هذه الغدة، وهي هامة جدا بالنسبة للإنسان وراحته وسعادته. فالظلام يفيد الإنسان، يجد الهدوء والسكينة وعدم الضغط على الأعصاب بالبصر، وتشتغل الغدة الصنوبرية. فالليل ينفع الإنسان والنهار ينفع الإنسان. من الذي خلقه على هذه الشاكلة بدوران الأرض؟ الله تبارك وتعالى. وسخر الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. الإنسان حاجياته كثيرة، يختلف عن الحيوان، حيوان بيأكل الحشيش أو الأعشاب أو كذا أو أكل الحيوانات ثم يتناسل خلاص لا يريد شيء، يسخر للإنسان أو له منفعة معينة. أما الإنسان فهو يحتاج لللباس، يحتاج للكساء، يحتاج للسكن، بيت يسكن فيه، يحتاج إلى التسلط، إلى العزة، إلى الكرامة. فحاجيات الإنسان كثيرة ولذلك متطلباته كثيرة. من الذي يعطي هذه المتطلبات؟ الله تبارك وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه. عندما تقع في ضر، لو دعيت فلان يا فلان خلصني من المرض، ما يستطيع أن يخلصك حتى لو كان طبيب الأطباء، عظيم الأطباء، لا يخلصك إلا بإذن الله. فكيف إذا كان زعيما متسلطا مستعبدا للناس؟ لا يفيدك ولا ينفعك. أما الله تبارك وتعالى قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما تحتاجونه تطلبون به من تطلبونه من الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا وردت الكلمة مفرد من جمع نعم، ولكن لا يراد بها الإفراد، إنما يراد بها الجنس، جنس النعمة، يعني نعم الله الكثيرة، لأنه سبق قولها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كثيرة لا يحصيها الإنسان، سواء كانت في نفسه أو في خارجه يحتاج إليها. في نفسه نعمة البصر، لو فقدت نعمة البصر صارت الدنيا ظلام في حقك ولا ترى شيئا لا من الجمال ولا من القبح. وإن ذهبت الهضم، جهاز الهضم حصل فيه فساد في معدتك، فسدت معدتك وفسد الطعام وفسد جسمك. إن ذهب عقلك أصبح الإنسان أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان يندفع إلى غرائزه من أكل ومشرب بشكل طبيعي، أما الإنسان إذا ذهب عقله لا يدري ماذا يفعل، نسأل الله العافية. هذا من الأشياء التي أعطاه الله إياها في ذاته. في خارجه الطعام، الشراب، الكساء التي تلبسه، سواء كان كساء نباتي من الكتان أو القطن، من الذي خلق النباتات؟ أو كان كساء حيواني من الصوف، من الذي خلق الحيوانات؟ أو كان كساء من هذا الرقائق اللي يستخرجوها من البترول، من الذي خلق البترول في الأرض؟ الله تبارك وتعالى.
فنعم الله التي أعطاكم إياها أيها الناس لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويكفر نعم الله. الكفران الستر، يسترها يعني ينكرها، كأنه ما له علاقة مع الله. عندما تقول أطع الله وحده ينزعج، وإذا ذكر الذين من دونه، قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بنزعجوا، هذا بتنقصهم، تركهم مبسوطين. مبسوطين بماذا؟ بلذة زائلة، وربما هذه اللذة تقضي عليهم وتصيبهم بالأمراض، ولكن لا يستمعون ولا يفهمون ما قاله الله ورسوله. فالإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره. يظلم نفسه عندما يخالف أمر الله فيستحق العذاب، ويعني لا ترافقه الحياة السعيدة في الدنيا، لأن من يعرض عن ذكر الله في القرآن فله الحياة التعيسة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهو الذي انحرف عن أمر الله فظلم نفسه، وأيضا عندما يتسلط على الآخرين أو يجعل نفسه تابعا وعبدا للآخرين يظلم نفسه، ويظلم نفسه أيضا في الآخرة عندما يكون قد عرض نفسه للإحراق في نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وذلك بكفرانه نعم الله وطاعته وعبوديته للمخلوق وتركه عبادة الخالق. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لظلوم كفار. طبعا يستثنى من ذلك، من هذا الإنسان الذي يعرف نعم الله ويشكر نعم الله بالطاعة والعبودية له ويتحرر عن العبودية لغيره. ولذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.